جرف الصخر شمالي محافظة بابل، الجرح الغائر الذي ما زال نازفا. 180,000 نسمة من أهالي هذه المدينة لا زالوا ممنوعين من العودة إليها منذ عام 2014 بعد أن سيطرت الميليشيات الموالية لإيران عليها عقب معارك مع تنظيم داعش. لكن ملف هذه المدينة الجريحة أخذ منحنى جديدا مؤخرا، إذ كشفت مصادر سياسية أن أحزابا وميليشيات اقترحت إعادة توطين أهالي المدينة في محافظة الأنبار وإغلاق هذا الملف تماما بدلا من السماح لهم بالعودة إلى مدينتهم. الخبراء اعتبروا أن هذا المقترح تكريس لفشل حكومة الكاظمي والحكومات التي سبقتها في حل هذا الملف والسماح لأهالي جرف الصخر بالعودة إلى مناطقهم من مخيمات النزوح المريرة، كما أعربوا عن تخوفهم من مخطط للتغيير الديموغرافي في المنطقة تريد الميليشيات تنفيذه. وما يعزز تخوف الخبراء ما صرحت به وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق مؤخرا حول المدينة، معتبرة أنها منطقة صحراوية رغم أنها منطقة مليئة ببساتين النخيل والحمضيات والحقول الزراعية. مسؤول في وزارة الهجرة قال إن الميليشيات المسيطرة على جرف الصخر رفضت الانسحاب منها وطرحت بدلا من الانسحاب مقترح إعادة توطين سكانها النازحين في محافظة الأنبار بدلا من إعادتهم، وهو ما يروج له القيادي السابق في منظمة بدر كريم النوري. تحالف الفتح الذي يمثل الجناح السياسي لميليشيات الحشد لم ينفي هذه المعلومات، غير أنه اعتبر تسريبها في الوقت الحالي محاولة لإفشال المخطط وتأليب الشارع عليه حسب وصفه. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي كشف في تصريح سابق أن ملف جرف الصخر بيد الإيرانيين وشخص لم يسمه في لبنان، وهو ما يفسر إصرار الميليشيات على منع الأهالي من العودة وطرح فكرة إعادة التوطين التي يحذر منها الخبراء كثيرا. وفي خضم هذا الجدل المحتدم يبقى أهالي الجرف يتطلعون إلى العودة يوما ما، وهم لا يجدون على الميليشيات الطائفية ناصرا إلا الله.